صراحة عجبنا الحال بزاف، لأنه جايين أول مرة كيكون هذا الشيء في المغرب. نتمنى أن تكون شي حاجة زوينة، طبعا راه شي زوين لأن كنشوفوا التنظيم زوين، ونتمنى التوفيق للشعب المصري المنتخب الأهلي. السلام عليكم، جيت فخورة أني كنتمي الساكنة الطنجاوية، جيت فخورة بالتعبير ديالي على الحب ديالها وحب الانتماء لهذه المدينة، كذلك اليوم كنمثل مدينتي وكنمثل المغرب ككل، فكنتمنى من الله ان الاجواء تدوز عند حسن ظن الجميع، وان شاء الله لما لا العالميه. شكرا جزيلا. الله الاهلي ان شاء الله، شجعوا الاهلي باذن الله السميع العليم. كنتمنى لهم التوفيق كعرب ومسيره موفقه لجميع الفرق. السلام عليكم. بالنسبه اليوم كاين عندنا افتتاح هنا في طنجه ديال المونديالتو، وحنا كطنجه وفرحانين بزاف ان هذا الافتتاح هذا كاين عندنا في المدينه ديالنا، المدينه ذات البهاء والجمال الرائع. اكيد ان اليوم كاين افتتاح ديال الفريق المصري والفريق نيوزيلندي، وانا ساكون من مشجعي فريق الاهلي المصري. صراحه انا فرحانه بزاف وفخوره بالبلد ديالنا مدينة ديالنا، حيت عدلت هاد الشهاده، والصراحه النظام وداك الشيء زوين بزاف. كنشجع الاهل المصري، وان شاء الله ما يكون غير الفوز، وكنتمنى لهم الخير.